بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الله عز المتابعين حياكم الله معكم السؤال علي في قناة الرياضيات الحديثة سؤال جميل جدا بيقول لك مربع زاد طول ضلعه بنسبة عشرة في المية احسب النسبة المئوية للتزايد في المساحة أول حاجة عشان تحل هذه المسألة بكل بساطة أوكي لو احنا مثلا نفرض أن طول الضلع إيه وليكن بيساوي س بعد اما التزايد تضرب بنسبة عشرة في المية يبقى الضلع الجديد هيكون كام بعد الزيادة اللي هو مية وعشرة مية وعشرة في المية من الضلع الاصلي اللي هو مين اللي هو س يعني نقول في س اوكي ده طول الضلع التاني تعال نشوف المساحة المساحة قبل الزيادة هتكون س صح س عفوا س لان المساحة طول الضلع في نفس طب بعد الزيادة يبقى مية وعشرة في المية انا خليها مية وعشرة مية س الكل ايه الكل تربية صح كده كلام رائع أوكي أما تيجي تبسط دي حضرتك هتلاقيها بتطلع معاك كام هتلاقيها بتطلع معاك واحد واحد وعشرين من مية س تربية أوكي هو أو عاوز بيقولك كده ايه قالك عاوز نسبة التزايد في المساحة يبقى نسبة التزايد في المساحة أو النسبة المئوية للتزايد في المساحة يبقى المساحة الجديدة ناقص المساحة الأصلية على المساحة الأصلية، يبقى المساحة-المساحة الجديدة ناقص المساحة الأصلية على مين؟ على المساحة الأصلية، عشان تجيب مين؟ نسبة التزايد في المساحة، أوكي، تعالى كده، يبقى إحنا كده عاوزين إيه؟ نسبة التزايد في المساحة، صح كده؟ يبقى أنا عندي كده نسبة التزايد في المساحة. هتبقى بتساوي المساحة الجديدة ناقص المساحة الأصلية على المساحة الأصلية أوكي بس أنت عشان دي نسبة مئوية فترجع بعد كده تضربها في كام تضربها في مية يعني هيبقى عندك هنا الواحد والواحد وعشرين أوكي اللي هي سين تربيع ناقص سين تربيع على الأصلية اللي هي سين تربيع وبعد كده عشان أنت عاوز نسبة مئوية اضربها في كام؟ اضربها في مية بعد ما تخلص هذه طبعا هنا لو انت اخذت منها سنتر بيع عمل مشترك فالسنتر بيع هنا تروح مع سنتر بيع عمل مشترك اوكي يعني انا مثلا هتبقى عندي هنا واحد واحد وعشرين آه ناقص واحد هنا سنتر بيع على سنتر بيع وبعد كده اضرب في كام اضرب في مية سنتر بيع تروح مع سنتر بيع يبقى عندك واحد واحد وعشرين ناقص واحد يبقى عندك هنا واحد وعشرين من مية واحد وعشرين من مية على طبعا آآ آه سوري مضروبة في مية الواحد وعشرين من مية ممكن نكتبها واحد وعشرين على مية فكنسل ده مع ده فتصبح النسبة المئوية بتاعك كام؟ واحد وعشرين في المية يبقى نسبة التزايد في المساحة كام؟ واحد وعشرين في المية مسألة جميلة وفكرتها حلوة إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله